شكله هزق. شكلها كده فعلا. احسن اما نشوف. خليه يفتح بقه المره الجايه وانا همرمط بكرامته الارض. ماشي هسيبك من الكلام ده كله. بصراحه انت النهارده عمرايا. لا والله، يعني الممثله اللي اسمها هايدي ثابت مش بتعجبك اكتر؟ انت بتقولي ايه؟ انا مفيش حد يعجبني غير هاجر الشامي، هاجر وبس. كلام اهو، كلامه بس. عموما يعني انا لسه عندي اسئله كتير، بس ما نقعد نتكلم. ماشي. انا مش فاهم الناس دي مواعيدها عامله كده ليه، اتاخروا قوي. كريم وناس مش جايين على فكره. ايه ده، عرفت منين؟ انا كلمت كريم قال لي ان الناس حرارتها مرتفعه واحتمال عندها كورونا. اوف، طب كويس ان هم مش جايين، العمليه مش طالبه بصراحه. لا استني بس، كريم بيقول لك يا معلم شوف امورك ايه وظبط نفسك، يعني لانه قال لي ان انت شفت ايناس امبارح. ايه ده، انت شفت ايناس امبارح؟ يعني ما شفتهاش وقعدنا مع بعض، يعني انا شفتها في السوبر ماركت مقابله عاديه. بقول لكم ايه، لو قلقانين مني انا ممكن اقوم اروح عادي جدا. ابني المواضيع دي ما فيهاش هزار. ماشي، لو حاسس باي حاجه كده ولا كده يعني بلاش نسهر مع بعض النهارده. مش عشاني على فكره، انا استحمل، انما ابويا راجل كبير مش هستحمل حاجه زي كده. خلاص بقى يا طروق يا حبيبي، ما بيقول لك قابلها صدفه في السوبر ماركت، ما تحبكهاش عشان خاطري. مش كده ولا ايه يا حسام؟ حسام انت كويس؟ انا كويس قدامك اهو يا عم، انت شفتني بعمل ايه؟ خلاص بقى نسهر هنا بقى. خلاص انت شايفه كده؟ انا شايفه كده. از يو لايك يا حبيبي، ريلاكس. بيتهيألي كده شكلك ما شفتيش المسلسل، وإلا كنت بعتيه، أو يمكن اتفرجتي بقى وما عجبكيش. لا اتفرجت طبعا وعجبني جدا، والله كنت ناوية أبعت لك، بس مش عارفة بقى إيه اللي حصل، كسفت. قوليلي اعمل ايه؟ هو يا انسه الدنيا حضرتك اخدتوا ارقام بعض علشان تكلموا بعض. ايوه عشان نكلم بعض، ما هو اتصل بيه. ما انا عارفه انه اتصل، انا عايزه اعرف بس انت ليه ما ردتيش عليه؟ ايوه انا ما ردتش عليه. ايوه ليه بقى ما ردتيش عليه؟ عشان خايفه. خايفه من ايه بس يا انسه الدنيا؟ هو هيعضك يعني؟ المشاكل هتبان قدام. لا 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 انا مش عايزه اكلمه. ايه ده هو بيتصل ردي. ردي اسمعي كلامي، ردي 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 بقى. الو الو، كويس انك رديتي عشان بصراحه ما كنتش هتصل تاني. معلش انا اسفه، هو انا يعني مكسوفه شويه. اولا كده وقبل اي حاجه، عشان انت اكيد فاهمه حساسيه الموقف عامله ازاي، وممكن محدش يعرف ان احنا بنتكلم. لا 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 انا مش عايزه اقول اصلا. تمام. ثانيا بقى، هو ينفع نتقابل انا وانت؟ ايه ده، هي قفلت فجاه ليه كده؟ حد دخل عليها ولا ايه؟ يمكن. أنا بلغتهم خلاص. حضرتك تحب تشرب إيه؟ لا ميرسي يا سما، لما ينزلوا بقى.
لا لا والله يا استاذ حسام حضرتك لازم تشرب حاجه. متشكر، لما ينزلوا نشوف نشرب ايه. طب بعد اذن حضرتك ثانيه واحده. اوكي. ازيك يا فنان؟ ازيك يا هاجر، عامله ايه الاخبار؟ قولي، انتوا لسه هتتكلموا في الكاست والحاجات دي؟ لسه كده، في كام موضوع ما خلصناهوش. هو طارق فين؟ جاي دلوقتي. شربت حاجه؟ لا لسه. ما تيجي نطلع نقعد برا؟ يلا اسيبك. انا قلت يعني نطلع برا عشان عاوزه اقول لك وحشتني قوي. بجد انت كمان وحشتني قوي. ايوه هي وحشتني قوي دي. مش حلوه، عارف مش حلوه. ما انا اتكلمت مع السيناريست في الموضوع ده، قلت له الجمله دي مش حلوه، بس هو مش عارف ماسك فيها ليه قوي مع انها مش في مكانها خالص. ما بيفهمش، مش عارفه هو في حد هنا ولا ايه. ايوه انا يا مدام، كنت بدور بس على السبحه بتاعت استاذ مجيد. ولقيتيها بقى؟ خلاص لقيتها. طب روحي وديها له. يلا حاضر. كنت بقول لك ايه حسام، كلمه وحشتيني قوي دي مش احلى حاجه في السكريبت، مش كده؟ فعلا سمعت، اكيد سمعت طلع، واكيد مش هتصدق الهبل اللي كنا بنقوله ده، بس ما اعتقدش يعني هتفتح بقها. افتكرش. مساء الفل يا حسن. مساء الفل. هاي يا جماعه. هاي. خلاص هنبقى زملاء. عرفت زملاء في ايه؟ مش فاهم. لما انا همثل معاكم الفيلم الجديد. فعلا؟ طب كويس، الف مبروك. مالكم، هو في حاجه؟ هو في مشكله ولا ايه؟ لا مشكلة ايه اللي جاب سيرة المشاكل؟ مفيش حاجة خالص. مش عارفة، حاسة ان وشكم مقلوب كده، صح يا سيف؟ مش عارف، عادي يعني. مقلش يا كدي. ميرسي. دنيا. يعني كنت بتتصنطي يا هاجر؟ كنت بتصنط. ايه المشكلة؟ لا طبعا مشكلة يا حبيبتي، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا لولا ان انا كنت بتصنط كنت قدرت اعرف اللي حصل ده كله؟ ما انا سالك الصبح، حسستني بقى ان انت ما اتكلمتش في الموضوع خالص. لاني بعتبر ان احنا ما اتكلمناش اصلا. بابا ساعتها كان عصبي، وانا كنت هكلمه لما يهدى، وانا واثق ان ردوده كلها كانت هتتغير. المهم خلينا في موضوع دنيا. دنيا؟ هي دنيا دلوقتي بقى موضوع مهم؟ اسمع، هي لازم تعرف هي مش من حقها توجه لي اي كلام ايا كان اللي انا بعمله. هي بتلغي وجودك كراجل، انا ليا زوج، اي حاجه تشوفها غلط تيجي تقولك. هي ايه، شايفاك تيشه؟ مهما حصل يا هاجر ما كانش ينفع انك. خلاص بقى يا طارق، موقف وعدى بقى. الله، قولي بقى، خلينا دلوقتي في موضوع المدرسه، هتعمل ايه؟ هاجر، رؤوف السويركي جاي بكره عشان نتكلم في ميزانيه الفيلم، وانا عايز انام بدري عشان اكون فايق له. هاجلي موضوع المدرسه ده لغايه لما اوقف الفيلم على رجليه. انت عارفه يا حبيبتي الفيلم ده حلم حياتي. طب انا عاوز احضر القعده دي. ليه بس؟ ملوش لزوم. ليه؟ اعتبرني الاسيستنت بتاعتك. وليه تعتبرني؟ انا الاسيستنت بتاعتك، انا بحبك قوي. انا بموت فيك. طب انت جاي لك نوم؟ انا مصحصح جدا جدا. اهلا، تفضلي. شكرا. بصراحه انا مش مصدق ان انت جيتي. والله ولا انا مصدقه. اشربي ايه؟ لا لا لا، ما مش عايزه حاجه. قولي بس انت عايز ايه.
انا اللي عايز منك ايه؟ ده على اساس ان انا اللي كلمتك وقلت لك محتاجه اتكلم معاكي. ايوه صح، انا اللي دنيا ايه دي؟ إيه؟ متوتره قوي كده ليه؟ في ايه؟ لا 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 انا مش متوتره حاجه ولا حاجه خالص، عادي. واضح. بص بصراحه انا متوتره جدا لدرجه ان انا بفكر اقوم امشي. لا تقومي تمشي ايه؟ اقعدي. هو انت اول مره تخرجي مع حد ولا ايه؟ ايوه اول مره اخرج مع حد. بجد؟ بجد. يعني انت عمرك ما صاحبتي حد ولا؟ لا 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 عمري عمري. طيب كويس كويس قوي. عايزك بقى تهدي كده وتاخدي نفس وتقولي لي انا سامعك، كنت عايزاني في ايه؟ بص انا كنت جايه اقول لك كلام كتير قوي، بس ما اعرفش ليه لما قعدت معاك مخي وقف. بس انا هقول لك حاجه من ضمن الحاجات. هو انا كنت عايزه اسالك، هو انت ليه بعت لي وفجاه بقيت مهتم بيا كده فجاه؟ ممكن اعرف؟ طبعا ممكن، وانا كمان عاوز اجاوب على السؤال ده. اولا يا ستي انا اهتمامي بيكي مش مفاجئ ولا حاجه، بالعكس انا مهتم بيكي من مده طويله، من زمان وانا براقبك من بعيد واخد بالي منك. ثانيا بقى لو عاوزه تعرفي انا عاوز ايه، انا عاوز اتجوز. عاوز اتجوز بنت تكون زيك كده، ملهاش خبره، متخرجش مع حد. الموضوع ده يفرق معايا جدا وانا متاكد ان انت كده. دنيا انا معجب بيكي، انا معجب بيكي بجد، ولو انت عندك استعداد انا هكون اسعد انسان في الدنيا لو تقدمت لك في اقرب وقت. بصليش قوي كده، عامل لك ايه يعني؟ انت اللي عملت كده، حطتني في دماغك، كنتش عايز تسمع الكلام. هتوحشنا يا بابا والله. بجد ماشي يا حسين. ايه الحكايه يا هاجر؟ في ايه؟ في انت يا حسام، فين الاهتمام؟ الكلام الحلو بقيت بترد مره وعشرة لا، وحاجه مبررات ملهاش اي لازمه. ايه شفت لك شوفه تانية يا حلو ولا ايه؟ اولا وطي صوتك، ثانيا انا اللي كنت هكلمك عشان لازم نقعد مع بعض وانا لازم افهم. واحنا بنعمل ايه؟ ايه اخر العلاقه دي؟ عايز افهم. واحنا بنستفاد منها حاجه؟ بجد؟ وانت اكتشفت ده فجاه كده؟ بص يا هاجر انا ما انكرش ان انا اتشدت ليكي في الاول، بس دي ما كانتش مشاعري الحقيقيه وانت عارفه كده كويس، والحمد لله قوي ان العلاقه ما اتطورتش اكتر من كده. كل الحكايه ان انا وانت عرفنا بعض لما كنت انت وطارق في مشاكل كبيره بينكم، ودلوقتي خلاص مفيش مشاكل
وحياتكم بقت مستقرة، ليه أبقى أنا المشكلة الوحيدة اللي في وسطيكم؟ وليه كل ما أقابل طارق وأبص في عينه وأحس بتأديب الضمير؟ أنا خلاص زهقت ومش عايزة أبقى البني آدم ده تاني. يا حبيبي والله جسمي أشعر، مش قادرة أقول لك قد إيه. طيب يا ترى بقى هو ده السبب الحقيقي ولا ده السبب الحقيقي؟ ايه ده؟ دي صورة حبيبة القلب اللي هي رسمها لك، المريضة النفسية دنيا. ماشي، وانا مش هنكر ان انا معجب بيها، وايه رأيك ان انا لو فكرت اتجوز مش هتجوز غيرها؟ بعينك بقى انت تسيبني انا عشان البت المريضة النفسية دي؟ طب ماشي، انت عايز تفضها سيرة ما عنديش مشكلة ولا يفرق معايا، لكن انت تسيب الدنيا كلها وتيجي لاخت جوزي؟ لا يا حلو. والله انا حر، معلش يعني ما تزعليش مني، ده شيء ما يخصكيش، اللي يخصك دلوقتي حاجة واحدة بس، ان انا وانتي علاقتنا خلاص، وبعد اذنك يا ريت ما تتصليش بيها تاني. يا حبيبي بجد؟ ماشي يا حسين، وحياتك عندي، وحياتك عندي لخليك تندم يا حسين. انا مش هاجي جنبك، مش هعمل لك اي حاجه، بس انا هقف اتفرج عليك من بعيد، والايام بيننا يا حسام يا مصري، قصدي يا فنان. الو. ايوه يا حسين. ايوه دنيا، ممكن اقابلك؟ اسفه والله ما هقدر، بس انا عايز اقابلك ضروري. انا عارف اليومين دول عندكم الدنيا متلخبطه، بس انا بجد محتاج اتكلم معاكي. ما تقلقيش، هنتقابل في مكان جنب البيت. ابعت لك اللوكيشن دلوقتي. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ أنا كويس، آسف إن أنا ضغطت عليك عشان كان لازم أشوفك فعلا. دنيا أنا شايف إنه من الأحسن لك إن يكون موجود في حياتك الفترة دي. حياتي؟ حياتي إيه؟ أنا مش عايزة حياتي دي أصلا بعد اللي حصل لبابا. يا دنيا ما ينفعش تفكري بالطريقة دي، لازم تبقى أقوى من كده بكتير. الحياة زي ما فيها وحش أكيد فيها حلو، ومهما كانت الأيام اللي بنمر بيها صعبة أكيد الأيام اللي جاية هتبقى أحسن بكتير. الدنيا مش لون واحد بس. أنا وأختي اتكسرنا بدري أوي يا حسين، أمنا ماتت وإحنا لسه صغيرين، من ساعتها وأنا مش شايفة الدنيا غير بلون واحد بس، وكل ما تيجي لحظة عليا تديلي أمل في بكرة تحصل حاجة تانية ترجعني لورا. يعني أنا مثلاً أول ما أنت ظهرت في حياتي كنت فرحانة جدا، كنت مبسوطة قوي، بس بعد كده حصل موضوع بابا. يا دنيا باباكي أكيد هيبقى بخير وتطمني عليه وتنسي الأيام دي خالص. ممكن تسمعيني كويس، أنا في الفترة دي فترة حساب مع نفسي، كل ده بسببك أنت. أنا أكيد عملت في حياتي حاجات كتير قوي غلط، بس دلوقتي أنا ندمان على كل حاجة، خصوصا بعد ما شفتك وعرفت قد ايه انت انسانه نقيه وبريئه. عشان كده قررت اغير حاجات كتير قوي فيا عشان اليق بيكي. مش عارفه اقول لك ايه يا حسين، بس انا فعلا اضعف من ان انا ادخل في علاقه مع اي حد. اللي انا بقوله لك ده بجد، انا فعلا مفيش اي حاجه شغلاني دلوقتي غير بابا، بابا بس.